السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الزعلوك بالكورجات. بزاف ديال البنات ما كيعرفوش كيفاش يطيبوه. عندي هنايا تقريبا 4 ديال الكورجيطات كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحتاج كذلك القزبر والمعدنوس، وغادي نحتاج نصف حامضه، وغادي نحتاج 6 ديال التروس ديال الثومه وواحد الحاره، وغادي نحتاج كذلك الهريسة كتبقى على حسب الطوق. انا بالنسبة لي ما غاديش نديرها لظروف صحية. اما بالنسبة للعطرية فغادي نحتاج التحميرة، البزار، الملحة، الكامون وزيت الزيتون. نبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. اول حاجة غادي نديرها، غادي ناخد الكورجيت، غادي نحيد لها داك الراس ديالها والتحت ديالها، وغادي نقسمها على جوج، وكل نصف غادي نقسمه على 4 كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وغادي نعاود نقسمها مربعات صغار. صافي، من بعد ما قسمته كامل غادي ندوز غادي نقطع مطيشه حتى هي بنفس الطريقه. من طبيعه الحال من بعد ما قشرتها، راني نسيت ما ذكرتهاش في الاول مع المقادير، حتى هي ضروري انكم ديروها. صافي، من بعد ما قطعتها كامله غادي نضيفها على الكورجيت اللي قطعت. وغادي ندوز باش نقطع القزبر والمعدنوس حتى هو بنفس الطريقه. صافي، من بعد ما قطعته كامل غادي نضيفه على مطيشه والكورجيت. ما ضفتش الكميه كامله ديال الربع، خليت واحد شويه للتزيين. صافي، وغادي ناخذ الثومه حتى هي غادي نقطعها طريفات صغار على هذا الشكل، هذا على شكل دائري. صافي، من بعد ما كملتها غادي نضيفها على المكونات كامله اللي درت، وغادي نضيف عليهم العطريه. وديروا الهريسه حتى هي. انا كيف ما سبق لي ذكرت لكم ما غاديش نديرها. صافي، وغادي ندير دابا زيت الزيتون. حاولوا تكثروا شويه ديال الزيت، وغادي نعصر نصف حامضة.
صافي غادي نردو فوق البوطة وغادي نبدأ نحرك. غادي نضيف عليه كاس ديال الماء وغادي نضيف الحارة والحامض صافي، وغادي نغطيه ونخليه حتى يطيب. صافي من بعد ما طاب غادي نحاول نمعسو كامل بديك الشبيكة. الا عندكم هاديك باش كتمعسو البطاطا هاديك من الاحسن تستعملوها، انا ما متوفراش عندي، غادي نستعمل غير هادي. تقدروا تستعملوا اي حاجة متوفرة عندكم. صافي غادي نمعسو كامل بحال هكا ونعاود نرجع معاكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك ديالي كيفاش كيجي. راه كتجي الخضره طايبه مزيان ومعلكه وكتجي شاربه العطريه. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، ومرحبا بكم على التطبيق ديال شهيوات امه متوفر حاليا في بلاي ستور في جميع التطبيقات العربيه والعالميه. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جديد.